اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى كده والفضائيه المصريه في انحاء العالم بنستمتع نخش المطابخ العالميه. النهارده معانا المطبخ صيني والطعم الصيني والتوابل الصيني ولكن بخفه دم مصريه. يعني ايه يا مغازي؟ يعني اخواننا في الصين بياكلوا المكرونه، بياكلوا فراخ، بياكلوا لحمه، بس لهم طريقه في اعداد الاكله. ربنا سبحانه وتعالى وزع نعمه على البشر بالتساوي. معانا النهارده الرومي، هو الصينيين بياكلوا رومي؟ معانا النهارده صدر ديك رومي لطيف وحلو، وزنه يعمل تقريبا كيلو وربع صدر لوحده، يعني مش الديك. هنعمله النهارده فرايد كريسبي مع سويت شيلي. سويت شيلي بيتباع في المحلات بره علبه قد كده، يعني تقريبا 2 سم، بتعمل لها مبلغ وقدره. انا هخليكي تعمليه في البيت مع فراخ مع لحمه، تاكليه بألف هنا وشفا. معانا النهارده النودلز اللي هي المكرونه المتصنعه من الرز. دي الرز ده له استخدامات كتيره قوي. فمعانا النهارده النودلز مصنعه منه زيها زي المكرونه، ولكن الطعم هنا مختلف، بتبقى خفيفه على المعده شويه، بما ان اليابانيين والصينيين عاشقين للرز المصري بتاعنا في السوشي. هنعمله النهارده مع بعض النودلز بالخضار، لها تركايه كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي، مع من غير بقى الوايت صوص والكريمه والحاجات اللي احنا عارفينها بتاعه المطبخ الطلياني. هنعملها النهارده صيني مع بعض ونشوف ازاي نعملها بالجنزبيل وتشكيله من الخضار. خلي بالكم الخيار هيخش فيه تشكيله الخضار، ونشوف ازاي ندخل انواع الخضار في الطبق بتاعي. معايا سلطه النهارده انا بسميها بتقاوم الانيميا، الاطفال اللي عندهم انيميا، مشاكل الانيميا، البنجر مفيد جدا. وعندنا السكر اللي هو سكر البنجر، فالبرجر غني بالسكريات، فالنهارده هنعمله ونقدمه بطريقه صينيه لطيفه، ونعمل الصلصه الصيني اللي هي عباره عن صويا صوص وزيت سمسم وجنزبيل. هل البرجر هنا هيبقى طعمه مقبول؟ هنشوف طبعا، لان البرجر ده له مذاق خاص جدا، وخاصه بيتميز بالسكريات اللي موجوده فيه. حلقات النهارده بسيطه سهله، بنتجول داخل المطابخ العالميه كل يوم ثلاث من كل اسبوع، ونشوف ايه اسرار المطابخ الصيني، الطلياني، المكسيكي، الياباني وهكذا. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اكيد في معلومه غير معلومه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. تعالوا نعمل السلطه بتاعتنا سريعا. شوف مقادير سلطه البنجر على الشاشه بعد اذن حضراتكم. بنجر مسلوق، معانا طبق حلو زي ده كده، تعالوا نعملها مع بعض سريعا، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. البنجر غيرنا المدرسه بتاعته النهارده، معروف عنه ان هو بيتاكل في بعض المطاعم الفاست فود، تبقى سلطه كده بتاخد ساعات جزر، بتاخد مايونيز، بتاخد زبادي، بتاخد كريمه. تعالوا نعمله على طريقتي كده سريعا واحنا واقفين مع بعض، وانا خليته للاخر علشان نكسب وقت البرنامج بتاعنا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بنجر سكينه حاميه. البرجر عشان تسلقيه، وعايز اقول المعلومه دي للساده المشاهدين معلش، من الدرنيات زي البطاطس، بتلاقيه عند الراجل بتاع الخضار في طينه حذاري. تاخد البطاطس او البنجر او القلقاس، كلهم واحد يعني، وتسلقيه بالطينه بتاعته. مهما تعالجي في الموضوع مفيش علاج، خلي الطين اختلط بالميه بتاعه السلق، فده غلط. خلي حتى البيض لو هتسلقه بيض، شيل البيض اللي جاي في الطبق بتاعه واغسليه بشويه ميه واسلقيه، ده الطبيعي. البرجر بيتجاب يتسلق كويس، بيتشال القشره بتاعته، بعد ما يتسلق يبقى معانا بالشكل ده كده. حلو، هنقطعه مع بعض كده ترنشات شرايح يعني. حلو، سكينه زي دي كده عشان تثبت معايا، بشيل الحته دي كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ لحمه يا شيف، احلى من اللحمه. جايب البرجر ده منين يا شيف؟ احنا مش بنلاقيه. الله، انا شفته بالصدفه. انتوا عارفين انا لما بشوف حاجه حلوه بجيبها على طول واجي بيها. ليه؟ حضرتكم بتقولوا لي كلام حلو، بتدعوا لي، لازم الطبيعي ان الواحد لازم يشتغل علشان حضراتكم. السموزي بتاع البطيخ، تجيب البطيخ تشيل البذر بتاعه وتجيبي تلج، ما عندكيش تلج حط البطيخ في الديب فريزر شويه، انا بريحك يعني، بديكي اسهل الطرق اللي تعمليها. وعندك الخلاط، يعني الكلام ده برضو حتى اللي عندها خلاط مش بيفرم التلج، لان فرم التلج ده له انواع من الخلاطات معينه بيبقى مخصص لكده، يعني عمايل السموزي. فاحنا عندنا معظمنا عندنا خلاطات عاديه، مش عشان اعمل اشرب سموزي اروح اجيب خلاط بالشيء الفلاني. فعايز اشرب سموزي اعمل ايه؟ الموز، البطيخ، المانجا، بحطها في الديب فريزر شويه تجمد.
مش تتجمد قوي عشان تبقى زي التلج، لا تاخد تبريد عالي يعني. حلو، شفت انا بعمل ايه؟ بعمل سلطه البنجر بشكل جديد خالص اهو زي الفل. اه بعشق البنجر في بعضه كده، واعمل تتبيله دلوقتي صيني، تتكلم صيني ولكن بخف الدم مصري. تمام زي الفل يا عم الشيف. شيل ده من هنا خلاص، حط العود النعناع الحلو ده المحترم ده هنا كده في قلب الطبق، ونعمل الصلصه مع بعض ونشيل ده من هنا زي الفل. تمام، نعملها ازاي واحنا واقفين كده مع بعض؟ بنجيب بوله صغيره. طبعا البرجر خلي بالك في مشكله لما بتشتغلي فيه السكينه بيبقى لونه احمر، مكان ايدك حمار، مكان شفايفنا واحنا بناكله الاطفال بيحبوه عشان حمار زي الفراوله كده، فالحاجات دي كويسه يعني ايه. وطبعا مفيد للانيميا ودي حاجه مفيده جدا. حلو، تعالوا بقى نحط هنا معلقه الزيت دي كده، ده زيت سمسم زي الفل. تمام، ده زيت سمسم، معلقه عسل صغيره. مفيش بقى هنا ايه، دايما البنجر بيستخدموا معاه حاجات كده في الطعم، والبرجر بريء طبعا من الكاتشب والمايونيز والحاجات اللي احنا عارفينها. معانا شويه صلصه من اللي انا عاملهم من شويه بعد ما تبرد، قلبهم كده، سنه شبت صغيره من اخونا الحرامي ده اللي بيسرق الطعم، تكسر السكريات اللي موجوده شويه. شفت الصلصه دي ما حطيتش ملح، حط صويا صوص، ما نحطش ملح خالص، والصويا صوص انا حطيتها على السويت شيلي. اه خلي بالك عمليه الملح كنترول هنا وانت بتعمل السلطه دي بالذات. اه ناخد الصلصه دي يا عم الشيف، يلا قول معايا الصوره الحلوه عشان نعالج الانيميا. الاطفال الحلوين اللي عايزين يتمتعوا بصحتهم وطلوع السلم والتنطيط وعندهم انيميا ويحسوا بالكسل ويحسوا بالهبوط، البنجر ده مفيد جدا. الرياضيين مفيد جدا، ملوش علاقه بالسكريات خالص، السكريات اللي فيه سكريات امنه. عندنا مشاكل مع السكر مفيش مشكله لما نستعين ونستشير الدكتور الباطني او الدكتور تغذيه زي ما حضراتكم حابين. الصلصه لطيفه زي نازله تنسجم وتتناغم مع البنجر. بألف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده اعتقد ان فيها شويه بساطه شويه سهوله، قدرنا ان احنا نرضي كل افراد الاسره. اللي مش بيحب الفراخ عملنا له رومي، اللي مش بيحب الاسباجيتي عملنا له نودلز من المطبخ الصيني، وعملنا كمان سلطه البنجر بشكل جديد. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى من المطابخ العالميه. الكلام ده منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.